بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ محاضرتنا اليوم. في المحاضرة الماضية تعلمنا كيف نوجد حل المعادلة التفاضلية، وهذا الطرف كان بصفر، ودرسنا ثلاث حالات، وأرسلت لكم تمرين ثلاثة على الثلاث الحالات. إن شاء الله التمرين تكونوا حليتموه. طيب، اليوم بمشيئة الله حنتعلم كيف نوجد حل حنتعلم كيف نوجد حل المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية والطرف الآخر موجود، بمعنى حتكون المعادلة غير متجانسة. لو هذا الطرف بصفر حتكون متجانسة، لو هذا لا يساوي الصفر حيكون إيه؟ لو هذا الطرف لا يساوي الصفر غير متجانسة، لو بصفر خلاص تعلمنا كيف نحل المعادلة في المحاضرة الماضية. طيب، اليوم بمشيئة الله إذا قلنا بحسب الـ R of X، يعني لو كانت تساوي صفر خلاص حنقول على المعادلة هوموجينياس ونحلها بنفس الأسلوب اللي قلناه في المحاضرة الماضية. طيب، لو كان الطرف الآخر لا يساوي الصفر حنقول عليها نان هوموجينياس ونربط لها بهذا الرمز. طيب، اليوم بمشيئة الله هدف محاضرتنا اليوم هو كيفية إيجاد حل المعادلة في وجود الطرف الآخر، يعني الطرف الآخر حيكون موجود. طيب، في الحقيقة هحتاج أوجد حلين. هأوجد إيه؟ في الحقيقة هنوجد حلين، يعني حيتكون الحل، حيبقى الحل مكون من حلين. حل المعادلة المتجانسة وحل المعادلة الغير متجانسة. حل المعادلة المتجانسة حنوجده في حالة إيه؟ في حالة الطرف الآخر إيه؟ بصفر. الحل للغير متجانسة حنوجده في حالة الطرف الآخر لا يساوي صفر. هذه فكرة المحاضرة يا شباب بكل بساطة. طيب، بداية حنوجد الحل. طبعا احنا حنتكلم الان عن الشكل العام، حنعرض الطريقه وبعد كده حنخذ مثالين، حنعرض الطريقه. طيب خلاص اتفقنا لايجاد الحل اللي هو في حاله الطرف الاخر يساوي صفر، هيكون الحل عباره عن سي واحد او في واي واحد زائد سي اثنين في واي اثنين، وقلنا الواي واحد والواي اثنين حل المعادله المتجانسه ووجدناهم في المحاضره الماضيه. طيب الآن حنوجد له الحل في وجود الطرف الآخر. حنقترح طريقة تسمى إيه؟ تخفيض الرتبة أو reduction of order. طريقة، طبعا حنأخذ في الحقيقة ثلاث طرق، طريقة reduction of order وال variation of parameters تغيير الثوابت، وحنأخذ محاضرات كثيرة بالمؤثر التفاضلي وهذا مهم جدا، هناخذ المؤثر او الانفيرس اوبريتور. طيب، في طريقه الريدكشن اوف اوردر، من اجل استخدم هذه الطريقه لحل المعادله التفاضليه الغير متجانسه لابد يكون عندي معلوم حل واحد، يعني هفرض الحل بهذا الشكل يا شباب، واي واحد في في، يعني هفرض الحل بهذا الشكل. طيب، في هذا الجزء ايش المعلوم وايش المجهول؟ الفي هذه يا شباب هذه مطلوب حسابها، هذه مطلوب حسابها، اما واي واحد هذه معطاه او احنا نحسبها، هذه حل المعادله المتجانسه. الفي هنا هي اللي حنحسبها يا شباب. طبعا الهدف باستخدام هذه الطريقه ايه اللي حتعمله بالضبط؟ حتحول للمعادله التفاضليه الخطيه من الرتبه الثانيه الى معادله تفاضليه خطيه من الرتبه الاولى، والمعادله الخطيه من الرتبه الاولى احنا درسناها في المحاضرات السابقه. طيب، انا حفرض انه الحل بهذا الشكل، اذا حفرض الحل للمعادله المتجانسه في وجود الطرف الاخر، يعني في حاله r of x لا تساوي زيرو، بمعنى هذا حل للمعادله او b، عندي هنا مشتقه y
زائد كيو في واي ويساوي ار اوف اكس. يعني هذا الطرف موجود يا شباب. طيب يا شباب، ما دام انا فرضت هذا حل هذه المعادله، المفروض يحققها ولا لا؟ اذا انا اريد احسب واي هي موجوده، حاعوضها هنا، واحسب المشتقه الاولى واعوضها هنا، واحسب المشتقه الثانيه واعوضها هنا، وحنشوف حنعمل ايه بالضبط. طبعا يا شباب هذه التعويضه حتحول لي هذه المعادله التفاضليه من الرتبه الثانيه الى معادله من الرتبه الاولى. فهمنا الفكره يا شباب؟ ايش الفكره؟ هي استخدام هذا التعويض لتحويل المعادله التفاضليه من الرتبه الثانيه الى معادله تفاضليه خطيه من الرتبه الاولى، واستخدم الطريقه التي درسناها سابقا. يلا تعالوا مع بعض. اذا واي تساوي واي واحد في في. اريد احسب الان المشتقه الاولى، ليه؟ عشان اعوضها هنا. يلا ايش حطبق من قانون لما حشتق هنا يا شباب؟ قانون الايه؟ الضرب، ضرب دالتين. اذا حقول ايه يا شباب؟ الاول في مشتق الثاني زائد ايه؟ زائد الثاني في مشتق الاول. في مشكله هنا ولا العمليه بسيطه؟ طب تعالوا نحسب المشتقة الثانية. بس ما دام قلت هذا حل المعادلة لابد يحقق. طب الآن حشتق هذا المقدار برضو مضروب دالتين، وهذا المقدار برضو إيه؟ مضروب دالتين. إذا حقول إيه هنا يا شباب؟ برضو حقول الأول في مشتق الإيه؟ الثاني، حيبقى المشتق هنا مرتين. زائد بعدين اثبت الثاني واشتق الاول. خلصنا من الحد الاول، اجل الحد الثاني برضه حقول ايه؟ الاول في مشتق الثاني، هتبقى المشتقه هنا من رتبه اثنين. زائد الان حثبت هذا واشتق الايه؟ الفي. حيبقى عندي اهو، حثبت هذا واشتق مين؟ الفي برايم. واضح يا شباب اول خطوه عملناها؟ طيب خلوني هذا الشكل، في حاجات حتكون ايه؟ متشابهه. اذا قلنا الاول وبعدين هنا قلنا الاول، طيب اعتقد في حدود متشابهه ليس كذلك؟ يلا طيب خلوني ابسطها اكثر. اذا حقول يساوي واي واحد في المشتقه الثانيه، هذا الحد يا شباب وهذا الحد، استطيع اخذ مشترك اللي واي واحد برايم، يعني افتح قوس بهذا الشكل واخذ واي واحد برايم. ايش تبقى هنا؟ تبقى في برايم. وهنا حيتبقى ايه؟ المفروض اجمعهم. هم نفسهم؟ حجمعهم. ماشي يلا خلينا نكتب. يلا عادي، ما هو ده نفس هذا، اذا اجمعهم ليش عاد اخذ مشترك؟ واضح يا شباب؟ ايش كمان باقي من حد عندي هنا؟ باقي عندي في واي دبل برايم واحد. اذا الناتج حيساوي ايش يا شباب؟ واي واحد في المشتق الثاني الفي زائد ايه؟ حجمعهم، حكتب هنا ايه؟ اثنين في برايم في واي برايم واحد زائدا في، وهذه المشتقة الثانية. نعم. اهو اثنين، هذا واحد ده واحد، مجموعهم اثنين. طب يا شباب انا حسبت الان، هذا فرض خلاص، وهذه المشتقة الثانية الاولى، وهذه المشتقة، وهذه المشتقة الثانية. الآن حنعوض يا شباب. يلا تعالوا نعوض في المعادلة المعطاة. إذا أول حد أشيله وأحط بداله ما يساوي، وأشيل هذا وأشيل هذا. يلا تعالوا مع بعض نجري هذه العملية. إذا المشتقة الأولى حتكون إيه؟
اه واي واحد، المشتقة الثانية في برايم، زائد اثنين في برايم واي برايم واحد، زائدا ايه؟ زائدا في، او غلقنا هذا المقدار ما هو الا ايه؟ المشتقة الثانية زائدا بي، زائدا بي في المشتقة الأولى. يعني حاجيب هنا بي يا شباب، واجيب المشتقة الأولى، المشتقة الأولى اللي هي ايه؟ واي واحد في برايم زائدا في واي برايم واحد زائد كيو، واجيب هنا الواي، الواي اللي من الفرض قلنا واي واحد في ويساوي ار. العمليات هذه بسيطة يا شباب، هذه واي برايم خلاص، وهذا المقدار ما هو الا ايه؟ واي. يعني عندي حل، حولته في المعادلة التفاضلية، الحل ومشتقاته الأولى والثانية. طيب الآن حجمع الحدود بالنسبة لمين؟ بالنسبة لفين. ليه؟ لأن أنا المطلوب مني حساب الفين، هذه معلومة. الفي هي مطلوب حسابها. required to compute، مطلوب ان احنا نحسبها. طيب هجمع الحدود، الحدود المضروبة في المشتقة الثانية الفي، هجمع الحدود المضروبة في المشتقة الأولى الفي، هجمع الحدود المضروبة في في. ممكن هذا يا شباب سهل نعمله؟ يلا إذا هبدأ بالحدود المضروبة في المشتقة الثانية الفي. تقريبا ما في معي غير حد واحد، إذا أروح منزله كما هو، إذا حيبقى عندي هو واي واحد في في دبل برايم زائد، وأروح فاتح قوس، حجمع هنا الحدود المضروبة في المشتقة الأولى الفي. يلا هاتوا لي إيش الحدود؟ ها إيش الحدود المضروبة في المشتقة؟ الله العظيم، طيب ايش الحد الثاني يا شباب؟ طيب الحدود المضروبة في في برايم هتكون ايه؟ ها هل في حد آخر؟ طيب الحدود المضروبة في في، ها ايش حتبقى عندي هنا؟ ايوه طيب، والحد هذا بي في واي برايم، ها والحد الثالث يو في واي واحد. واضح يا شباب اللي نعمله؟ اذا هنا احنا هنجمع الحدود المضروبه في المشتقه الثانيه الفي والمشتقه الاولى الفي. ها هنا حكتب ايه؟ والطرف الاخر ار. طيب اريد من الجميع يقول لي هذا المقدار المفروض حيساوي كم؟ المقدار اللي هنا
حشيله وضع بداله كم؟ ها اللي مركزين معايا، هذا المقدار المفروض حضعه بكم؟ ها حضعه بصفر، لانه هذا يا شباب هذا الطرف الاخر، لان احنا قلنا واي واحد حل للمعادله المتجانسه. لاحظوا يا شباب، واي واحد حل للمعادله المتجانسه، ايش يعني ذلك؟ انه يحقق المعادله المتجانسه. إذا هذا المقدار أضعه بكم يا شباب؟ صفر. إيش تبقى عندي المعادلة؟ حتتبقى بهذا الشكل، واي واحد في المشتقة الثانية الفي، خلاص هذا المقدار بصفر، زائد اثنين واي برايم واحد زائدا بي واي واحد في في برايم يساوي ار، أو ار. طيب الآن حستخدم العنوان اللي احنا كاتبينه قبل قليل، Reduction of Order، تخفيض الرتبة. ايش معنى تخفيض الرتبة يا شباب؟ لو عندي المعادلة من الرتبة الثانية حتتحول للرتبة الأولى. الآن هنا حطبق العنوان اللي هدف محاضرتنا اللي هو تخفيض الرتبة. طيب حفرض ايه عشان اخفض الرتبة؟ حفرض متغير جديد اسميه W، يعني حسمي الفي برايم دبليو. طب لما اريد احسب الفي المشتق الثاني الفي، حكتب هنا ايه؟ حشتق مره حشتق الطرف هنا يا شباب، انا اريد المشتق الثاني الفي، حشتق هنا حتبقى بايه؟ وحشتق الطرف الايمن حيبقى ايه؟ اذا حستبدل في برايم بدبليو، وحستبدل في دبل برايم دبليو برايم. واضح يا شباب؟ يلا تعالوا نستبدل هنا، لان حيبقى عندي واي واحد دبليو برايم زائد اثنين واي واحد برايم زائد بي واي واحد في دبليو ويساوي ار. وهذه معادله خطيه يا شباب، وهذه معادله خطيه، نحلها ايه؟ نوجد حلها بنفس الطرق اللي درسناها قبل. إذن هدف محاضرتنا يا شباب لحل لإيجاد حل المعادلة الغير متجانسة، حنستخدم طريقة الريدكشن اوف اوردر، يعني تخفيض الرتبة. هحاول أخفض هذه الرتبة من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى. طيب خفضتها المفروض تتحول لمعادلة خطية، أوجد حلها. طيب الآن حنطبق هذا الكلام على مثالي، وممكن يجيني السؤال كذا بشكل عام، أو ممكن يجي لي على مثال. طيب حناخذ مثالين. Example 1. حنوجد حل المعادلة التفاضلية التالية. يحدد لي في السؤال. حيقول لي use the reduction of order method to solve this equation. نحدد ايه الطريقه، اذا ما حددناش خلاص يبقى احنا ممكن نحلها باي اسلوب. طيب لحل هذه المعادله يا شباب قلنا ايه؟ حوجد حل المعادله المتجانسه زائد حل المعادله الغير متجانسه. حل المعادله المتجانسه خلاص احنا تدربنا عليه في المحاضره الماضيه، لإيجاد حل المعادلة المتجانسة هنوجد حل هذه المعادلة يا شباب. لحل المعادلة الغير متجانسة هنوجد حل المعادلة المعطاة. واضح يا شباب؟ يلا نبدا نحل هذه المعادله. احنا خلاص في هذه المعادله شطار، درسناها في الاسبوع الماضي وكانت من ابسط المعادلات. لحل المعادله المتجانسه نوجد الايه؟ اول خطوه ايش نعملها؟
قلنا في المحاضرة أول خطوة إيش؟ ما ذكرته. أول خطوة إيش؟ نكتب المعادلة المساعدة. إيش المعادلة المساعدة؟ حكتب هنا إم تربيع ولا تكعيب؟ ها؟ حكتب إم تربيع. أو حكتب هنا إيه؟ أكتب إم ولا أكتب سالب واحد؟ سالب واحد. لأنه ما في مشتقة هنا. وهذا يساوي صفر. شرحنا في المحاضرة الماضية بس يبدو لكم ما داخل. طيب أحل هذه المعادلة المساعدة. قلنا الحل لها نحلل هذا المقدار. طب خلينا احنا نحلل هنا. طبعا هذا أبسط مقدار جبري يسمى إيه؟ الفرق بين إيه؟ بين مربعين. سهل جدا مع يعني تحليله سهل. يعني حيبقى عندي إيه؟ أو ممكن نقولها للطرف الآخر، هذه بسيطة المسألة. يعني حيبقى عندي إم تربيع يساوي واحد. إذا الإم حتبقى إيه؟ زائد أو ناقص واحد. يعني بالتالي معي جذرين حقيقيين مختلفين. إم واحد بكم؟ بواحد. إم اثنين سالب واحد. طيب في حالة عندي جذرين حقيقيين مختلفين، إيش حيكون شكل الحالة يا شباب؟ إذا نحل المعادلة المتجانسة، ها قلنا سي واحد اي اس ام واحد اكس زائد سي اثنين اي ام اثنين اكس. هذا شكل حل المعادلة. ها عادل لسه ما عوضناش. بشكل عام قلنا لو عندي جذرين حقيقيين مختلفين حيكون الحل بهذا الشكل. يلا عوضوا عن ام واحد ام اثنين. إذا حيبقى عندي ايه؟ سي واحد احط هنا ام واحد حيبقى اكس زائدا سي اثنين. خلصنا. اذا اوجدنا الان حل المعادله المتجانسه. هذا خلاص، هذا من شغل المحاضره الماضيه يا شباب، ما هوش جديد، ما هوش جديد علينا. طيب هدف محاضره اليوم انه حستخدم طريقه تخفيض الرتبه لحل المعادله التفاضليه. لكن في طريقة تخفيض الرتبة أحتاج يكون عندي معلوم حل واحد يا شباب للمعادلة المتجانسة. يا شباب خلي أرجع مرة ثانية. شوف يا شباب، طريقة الريدكشن اوف اوردر أو تخفيض الرتبة. قال لي في الأخير، أنت معايا؟ أنت معايا يا ابني؟ شيل السماعات. يحتاج يكون معلوم لدي حل واحد للمعادله المتجانسه، يا واي واحد يا واي اثنين، واوجد الفي. طيب فانا حاخذ يا شباب واي واحد، ممكن اخذ هذه، هذه حقول عليه واي واحد، او اخذ هذه ما فيش مشكله واي اثنين. خلوني اخذ واي واحد. اذا الان سوف نبدا بحل المعادلة اي واي ناقص واي. الان حنوجد المعادلة، حل المعادلة كامل في وجود الطرف الايمن. طيب الطريقة تقول لي ايه؟ واي يساوي واي واحد في في. هنعيد نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل. طيب واي واحد، حاخذ انا واي واحد من فين؟ من هنا، هذه واي واحد، او اخذ هذه. كلا الاجابتين صحيح. طيب حاخذ واي واحد اللي اي اس اكس في في. طبعا مطلوب ايه؟ هذه مطلوب حسابها. required to compute f او find v. طيب احتاج اعوض هذا الحل في هذه المعادله التفاضليه من اجل احولها من الرتبه الثانيه الى الرتبه الايه؟ الاولى. طبعا الواي خلاص احسق هنا مشتقة ثانية، اذا حاشتق الواي هنا كم مرة؟ مرتين. يلا تعالوا نوجد المشتقة الاولى. حنقول الاول. يلا يا شباب، في مشتقة الثانية اللي هو في برايم زائد ايه؟ الفي. واشتق ايش مشتقات الدالة الاي اس اكس؟ ها؟ نفسها في مشتقات الاس بواحد. كويس ان احنا اخذنا هذه الداله، ما اخذناش اي اس سالب اكس، لانه حيكون يظهر السالب.
طب تعالوا كمان نشتقها مرة ثانية. هشتق هذا مضروب دالتين وهذا مضروب دالتين. يلا حقول هنا الأول في مش الأول في مشتق الثاني زائد الثاني، أثبت يعني الفي برايم واشتق الدالة الأسية، هتجيب لي إيه؟ دالة نفسها. نجي للحد هذا، أقول الأول في مشتق الدالة الأسية نفسها زائد قلت الأول في مشتق الثاني، أثبت الإي أس إكس، أثبت الإي أس إكس واشتق مين؟ الفي برايم. واضح اللي عملناه يا شباب الآن؟ طيب في حدين متشابهين اللي هو الحد رقم كم وكم؟ نفس الاثبات اللي اثبتناه قبل قليل، لابد يطلع لك حدين متشابهين ولا في معك خطأ؟ اذا هذا الحد يا شباب هو نفس هذا الحد. اذا اكتب مره ثانيه، اذا الحق هذا يساوي اي اس اكس في المشتق الثاني الفي زائد 2 في برايم اي اس اكس، خلاص جمعت هذا مع هذا زائد في، وهذه المشتقة الثانية. يلا تعالوا مع بعض هنعوض فين؟ المعادلة الأصلية، عندي واي برايم أهي وعندي الواي. يلا تعالوا الآن مع بعض نعوض عن الواي والمشتقة الثانية، فقط هحتاج أعوض الواي والمشتقة الثانية. إذا هبدأ أعوض على المشتقة الثانية هنا، شوف حيطلع لي ايه؟ اي اس اكس في المشتقة الثانية الفي زائد 2 في برايم اي اس اكس زائد في اي اس اكس. هذا المقدار كله يا شباب ايش هو؟ هذا كله المشتقة الثانية. طيب هنا عندي سالب، اذا السالب حضربه في هذا المقدار في اي اس اكس في، اذا حيبقى عندي سالب اي اس اكس في ويساوي الطرف الاخر اللي اي اس اكس. طيب يا شباب في عندي حد موجود في كل الحدود اللي هو ايه؟ اي اس اكس موجود هنا موجود هنا موجود هنا موجود هنا موجود هنا، اقسم جميع الاطراف عليه وتخلص منه عشان يبقى شكل المسألة أسهل. يعني لما هنا خلاص أقسم عليه هدي لي إيه؟ في دبل برايم زائدا 2 في برايم زائدا إيه؟ في ماينس في ويساوي 1. واضح إيش عملنا يا شباب؟ قسمنا جميع الأطراف، قسمت هذه على اي اس اكس وهذه على اي اس اكس وهذه على اي اس اكس وهذه على، شوف اتوسطت ازاي المساله. في حدين حيروحوا مع بعض يا شباب اللي هم ايه؟ هذا المقدار ذا المقدار، وبالتالي اصبحت الان المعادله بسيطه جدا، في دبل برايم زائدا 2 في برايم يساوي 1. هاعمل ايه هنا؟ أحيانا قد يأتي السؤال يقول لي حول المعادلة إلى هذا الشكل. الآن نستخدم تخفيض الرتبة يا شباب. يلا اللي متابع معي الجزء النظري، حفر الدبليو بكم؟ ممتاز، برافو عليك. حفر الفي، الآن حخفض المعادلة من الرتبة الثانية، نحقق الآن دبليو تساوي في برايم. إمال لما أريد أحسب المشتقة الثانية حشتق الطرفين. يلا تعالوا نشتق الطرفين، هشتق هذا الطرف واشتق هذا الطرف. يلا عوضوا في المعادلة هذه، يعني حشيل المشتق الثاني واحط بدلها ايه؟ دبليو برايم زائد 2، حشيل المشتق الأولى واحط بدلها ايه؟ دبليو، وهذه معادلة ايه؟ لينير. لاحظوا تحولت المعادلة إلى معادلة خطية بسيطة جدا، نحلها بالإيه؟ أو نوجد حلها
باستخدام نفس الأسلوب اللي أخذناه في المحاضرة السابقة. يلا الآن المثال هذا حيبقى مراجعة على محاضرة اللينير، الفيرست اوردر لينير، المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى. ها كيف كنا نوجد المعادلة التفاضلية؟ حل المعادلة التفاضلية الخطية من الرتبة الأولى، رقم واحد ايش كنا نوجد؟ رقم واحد نكتبها بالشكل الستاندرد فورم، وهذا الستاندرد فورم. طيب في المعادلة الخطية هنا البي عندي هنا بكم يا شباب؟ باثنين، والكيو بكم؟ واحد. هذه البي وهذه الكيو. يلا ايش كنا اول خطوة نعملها؟ نحسبه ايه؟ اختبار بكره يا شباب، بعد بكره. بس المخطية يمكن ما هيش داخلة في الاختبار صح؟ عشان كذا انتم مش فاكرينها. طيب اول خطوة نحسب ايه؟ عامل الايه؟ الانتجرال فاكتور اللي ايه؟ اي اس، وهذا يساوي اي اس البي بكم؟ باثنين. وهذا يساوي ايش تكامل دي اكس هنا؟ ها ايش تكامل دي اكس؟ باكس، لا اكس يا شباب، ها تكامل دي اكس يساوي اكس. اذا التكامل هنا حيبقى ايه؟ اي اس 2 اكس. اذا هذا عامل التكميل يا شباب. رجعنا للمحاضرة الماضية، بعد ما نحسب عامل التكميل ايش كنا نقول؟ الحل اي يساوي دبليو، اي يساوي واحد على ايه يا شباب؟ تكامل ميو في كيو دي اكس زائد ايه؟ زائد سي على ميو. خلاص وعوض هنا على الكيو والميو واكون حصلت على حل المعادلة الايه؟ الخطية. اذا حنقول هذا يساوي واحد على ميو اللي اي اس 2 اكس تكامل اي اس 2 اكس، واجيب الكيو، الكيو عندي بكم؟ واحد. خلاص بواحد زائد سي على ميو، الميو اي اس 2 اكس، واكون كذا حصلت الايه؟ الدبليو. يلا هذا يساوي ها ايش تكامل الداله الاسيه اي اس 2 اكس؟ نفسها ونقسم على ايش؟ تكامل الداله الاسيه. كنا نقول كذا القانون يا شباب عندي، اي اس 2 اي اس اي اكس دي اكس اي يساوي؟ يساوي اي اس اي اكس على اي. التكامل يا شباب، عشان كذا ليش افردنا محاضره كامل مراجعه للتكامل. والتكاملات قلنا الذي نواجهها تكاملات بسيطه. قال لي في الاخير انت معايا اخر واحد، تعال تعال هنا، تعال في الكرسي الاول. تعال، هل اللي قدامك؟ اللي قدامك تعال تعال هنا، تعال اجلس هنا، تعال هنا قدامي. تعال يلا شباب حنكامل. تكامل اي اس 2 اكس بي اس 2 اكس على 2 زائد سي على اي اس 2 اكس. خلاص كده انتهت المساله، الان المساله خلصت ايش؟ الداله دي تروح مع الداله دي، ايش تبقى عندي؟ هاي تبقى عندي هنا نص زائد سي على اي اس 2 اكس، استطيع اطلعها فوق. هذه دبليو، طبعا احنا الدبليو اصلا ايه؟ دبليو تساوي في برايم، هشيل الدبليو احط بدالها ايه؟ في برايم. اذا بدل الدبليو، لان احنا قلنا قبل قليل الدبليو يساوي في برايم، اذا في برايم يساوي نص زائد هذه الداله ستطلع تطلعها فوق يا شباب، حيبقى اي اس كم؟ سالب 2 اكس. ها من يقول لي هنا في حتساوي كم؟ حكامل. ايش تكامل نص؟ حيبقى ايه؟ نص اكس، ممتاز برافو. ها ايش تكامل الداله الاسيه هنا؟ نفسها
قسمت ايه؟ سالب 2. كذا انتهت المسألة يا شباب. أنا حسبت الفي، احنا فرضنا الحل بكام يا شباب؟ أو فرضنا الحل بواي يساوي واي واحد في في، وقلنا في هي المطلوب ايه؟ حسابها. إذا الواي اللي يحل المعادلة الغير متجانسة يساوي واي واحد قلنا بإي أس إكس، والفي هذه اللي حسبناها إكس على 2 أو سالب سي على 2 طبعا، وحجمع الحلين. إذا الحل للمعادلة المعطاة أجمع الحلين اللي يحل المتجانسة زائد هذا الحل نحصل على المطلوب. طيب إذا في الحقيقة في المسألة هذه احنا راجعنا محاضرتين، وهذه المحاضرة الثالثة، وهكذا المعادلة التفاضلية. المعادلة التفاضلية كل ما رحنا قدمنا تراجع. طيب في مثال آخر، هذا المثال هعتبره واجب. طبعا في اللي انزل لكم في البلاك بورد هذه مؤكد 100% مطلوبه، وبرضه نتدرب على هذا المثال. هنتبع يا شباب بنفس الاسلوب. نتبع نفس الاسلوب تماما، نفس الميثود، نفس الطريقه. ها؟ نعم؟ أليس؟ إن شاء الله. هذا هومورك. هكتفي بهذا القدر يا شباب.